بقيادة المدرب فرناندو دا كروز بالأسماء التالية في حراسة المرمى بالرقم تنكي الرداد 42 سنة يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول على يمين الشاشة الاتحاد الرياضي التونسي على يسار الشاشة أول الفرص ما زال متواصلا في هذه المقابلة الكروية كرة في الرواق الأيمن دائما لعناصر نادي ما يكون في الموعد لتشجيع النادي لتقديم أفضل المستويات كرة في وسط الملعب لإبراهيم الكرة تم افتكاكها تعود الكرة من جديد دائما لعناصر الشيء ثاني المباريات كانت برسم منافسات كأس العرش كان الفوز هل سيواصل اليوم نادي الجيش الملكي تفوقه أم ستكون مباراة الرد بالنسبة للاتحاد الرياضي التونسي هنا فرصة في منطقة الجزاء التسجيل ينجح الجيش الملكي في الوصول للمرمى زكريا فاتي يسجل الهدف الأول لنادي الجيش الملكي مع بداية اللقاء في وسط الملعب دائما العناصر نادي الجيش الملكي بكاري ماني للمرمى للمرة الثالثة في هذه المقابلة الكروية كرة في الرواق الأيمن العرضية قادمة الفرصة من 27 سنة متر 85 سنتيمتر ابن مدينة تونات خريج مدرسة نادي المكناسي لعب سابقا بقميص الرجاء الرياضي هنا عمر النمساوي العرضية من عمر النمساوي لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة في الوقت المناسب كنت أتحدث عن الحواصلي الذي يعتبر وسنتابع كيف ستنفذ الركنية الكرة وصلت دائما لعناصر نادي الجيش الملكي العرضية عبد الرحمن بأفضل المستويات كرة في الرواق الأيمن محاولة المراوغة من بكاري ماني الكرة تجاوزت الخط كانت خط دفاع وصلت الكرة لبكاري ماني كرة طويلة من ماني مازالت الفرصة متواصلة وحسم الانتصار بينما يبحث نادي الاتحاد الرياضي التونسي عن العودة للقاء بهدف قد يعيد الفريق في مسافة الميدان الكرة وصلت لجوزيف من جوزيف يتقدم بكاري ماني دائما العناصر نادي الجيش الملكي العودة للامين فاد ركلة المرمى بسرعة حرمات في الرواق في وسط الملعب بكاري ماني محاولة المراوغة من بكاري دائما لعناصر نادي الجيش الملكي تم افتكاك الكرة كان البحث عن هشام لكن التدخل كان في الوقت المعطي يعود زكريا فاتي بكاري ماني فاتي من جديد يرسل الكرة لماني دائما في وسط الملعب ريم عمل مع الكرة هرمش يرسل الكرة باحثا عن أكرم النقاش لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة من السينيغ أول من أهدى كرة القدم الوطنية بطولة دوري أبطال إفريقيا النادي الذي قدم العديد بل لاكراد يتصدى ما زالت الفرصة الدفاع يتدخل أيوب لاكراد على طريق نادي الرجاء الرياضي الذي تعرض للهزيمة يوم أمس هناك بمدينة تطوان الكرة وصلت العودة لبكاري ماني يتقدم بكاري يرسل الكرة لزين الدين من زين الدين